السلام عليكم زوار الموقع الريفي. احنا في البث المباشر من دوار الحرشة تابع جامعة بوعر اقليم الناضو. الساكنة كتسكى من اربعة الحوايج: واد الحار، المصالح الشرب، طريق كاميو اللي كيجمع افراد ما كيوصلش عندها. هي واحد السيدة من الساكنة غد كل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من الساكنة ديال دوار الحرشة رقم واحد تابعة جامعة بوعرك. احنا الصراحة كنعانيو من بزاف د الحوايج، ولكن أول حاجة هي هاد الماء. راه حنا مقطوع علينا هادي 15 يوم ما كيطلعش الماء عندنا، ما كنشوفوش الماء. حنا إلا بغينا نشربو الماء خصنا نشريوه من الحانوت أو لا نمشيو مسافة بعيدة باش نعمرو داك الماء باش نشربوه وباش نشريوه. راكم عارفين الحالة، يعني ربي سبحانه وتعالى راه عالم باللي كاين الخدمة ما كايناش والإنسان ما عندوش، الله يحسن العوان، باش غادي يشري الماء كل نهار؟ وراكم عارفين الماء شحال كيدير. بالنسبة للماء شحال تقطع عليكم هنا؟ هادي 15 يوم باش تقطع علينا الماء، ولكن قبل راه ما كانش كيطلع علينا عندنا يوميا، يعني راه كيجي غير من الجوج لستة الصباح كنعمرو باش نشربو. الماء شحال مرة كيتقطع في الشهر؟ في الشهر لا، هو دائما الماء راه عندنا حنا في النهار مقطوع، ما كاينش من ديما، من نهار اللي درنا حنا داك الاخر دخلنا الماء ديال الاخر ما كيطلعش الماء ديما الا من الجوج الليل ستة الصباح. من الجوج الليل ستة الصباح كيجي لينا الماء، كنعمرو داك الماء صافي كيمشي نهار كامل راه ما عندناش. ولكن حاليا 15 يوم راه ما جاش الماء، ما شفناهش، ما عندناش نهائيا. كنهزوا البوديزات وكنمشيو نعمروا عند الناس اللي عندهم، يعني كنقطعوا واحد المسافه بعيده باش كنعمروا الماء. تفضل. واحد السيده اخرى تهضرنا حتى هي المشكل ديال الماء. السلام عليكم. راه ما عندنا هادو الناس ديال الساكنه ديال دوار الحرشة تبع جماعه بوعر اقليم الناطور كيتسكاو من الحوايج اللي خاصين. السلام عليكم. راه ما عندنا لا ما لا الضو لا طريق لا الواد الحر لا حتى حاجه، لا خدمه باش نشريو حنا الماء وباش نشريو الخدمه ما كنخدموش، من هي بلعوها علينا احنا جالسين كنموتو بالجوع حنا، وهذا ما كاين حتى حاجه اللي غادي ناكلو ولا شي حاجه. شكرا. نهودو شويه مع الطريق نشوفو الاخوان. هانتوما كتشوفو الحي كيداير، ها هو كلشي مهمس، الطريق ما كاينش، كما كتشوفوا عاد ندخلوا للتحية. ما سلقنا درنا مع الساكنة ليه الناس هضروا بزاف، ما كناش درنا اللايف حتى آخر مرة هضروا اللايف. هادي دوار الحرشة راه غير سمية، الساكنة سكان بزاف، واحد العدد ديال السكان، ولكن ما عندو الواد الحار، ما عندوش طرق، ما عندوش. هانتوما الأخوان، الملعب فين يلعبو الدراري ما عندهمش، ما عندهم لا ملعب ديال الكورة ولا والو. ديال السكان هنا عندكم بزاف؟ لا ما نقدرش نقول لك الحساب، يعني راه واحد العدد كبير. راه يعني كدابا راه تلاقات مع سلوان هاد الدوار، هذا دوار الحرشة تلاقى مع دوار الليل، دوار جاف الله، دوار يعني تلاقى ومجاية من النظر تلاقى دوار كبير، هذا ما بقاش يعني شي واحد دوار منعزل صغير. كاين بوغنجاين يعني كاين تلاقى، يعني صافي تلاقات مع سلوان، تلاقات مع سلوان. واه اخوان هانتوما تشوفوا راه الكاميو ديال الافراد ما كايناش حتى هنا، باين المرار، المرار ها الكلاب الضاله، ها الطيور، ها المزبالات، الناموس موجود. المهم اش غنقول لك، هاد الناس لا اله الا الله راهم عايشين فواحد الحاله.
هو تيبداو يهضروا على دوار الحرشه، اشنو كاين في دوار الحرشه؟ دوار الحرشه اشنو فيك؟ دايرين لكم المباشر كتشوفوا فيكم. المجال غنقربوا لكم حتى البلاصه تما كاين الواد الحرغان في الشارع. اخوان احنا باقيين دايرين لكم اللايف مباشر من دوار الحرشة. كاين هما هاد الناس المرشحين، السيدة ودي الكل مترشح، كاين لي هما الساكنة كيتسكاو الما والو، لا الحار والو، الكل والو. الواد الحار عندهم، شتي الواد الحار هو تيخوي في الشارع تيهبط وسط الطريق. الما هاد الناس هادو مهمشين بزاف. غنوريو لكم دوار الحرشة شنو هاد الماء، راه ماشي ديال الواد الحار، هاد الشاعر هذا ديال الواد الحار ماشي. وي استاذ، حنا هو هابطين كاميو ديال الافراد ما كيوصلش عندهم، كاميو ديال الافراد ما كيوصلش عند هاد الناس. واش الجماعة ما عندهاش الكاميو باش تجمع عليهم هاد الأفراد؟ واش هادو ماشي بنادم هنا؟ واش ما تيفكروش لهاد الوليدات؟ الملعب والو، السبيطار والو، الطريق باش تطلع إلى مرض غير واحد، لابيلانس ما عندها منين تفوت، مرا إلا بغات تزيد ما عندهاش منين تفوت لابيلانس ديها، لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. هانتوما شنو كاين في دوار الحرشة؟ منين كتلقاهم المرشحين ديال اي بلاصه كتلقاهم تيهضروا على الجهه ديالهم، اشنو جبتوا لهاد الدوار الحرشة؟ غير قولوا لي اشنو جبتوا ليه؟ جبتوا ليه من الناموس؟ جبتوا ليه من كلاب الله؟ جبتوا ليه المرض هنا؟ السكه ديال التران ما هضرتوش عليها، كل مره باجي توقفوا على يديروا القنطره الوليدات تيموتوا تما، الطريق ما كاينش. ها انتم اشنو كاين في الدوار الحرشة؟ هانتوما حنا نقلنا لكم داكشي مباشر باش حتى شي واحد ما يقدر يكذب على شي مواطن.
ولا حنا نقدروا نقولوا شي حاجه اللي ما كايناش. السيده هي معنا وحده من الساكنه غتهضر لنا شويه على هذا. غادي نهضر لكم على زال الكاميو ديال الزبل حاجكم. هادو اول حاجه حنا الكاميو ما كيطلعش عندنا، كيطلع عندنا واحد المره في السيمانه، وما كيطلعش حتى للدوار الفوق، كيطلع غير كيوصل غير لتحت وجهه المدرسه عند المرشح ديالنا، من تما كيدور كيهز ديك الجهه ديالو ويمشي. حنا كنطروا داك الزبل كنجمعوه في واحد البلاصه حتى يبس اولا داك ونحرقوه، ولا كنضربوا واحد المسافه ونحطوا داك الزبل، ولكن ما كيهزوهش كيخليوه تما مزلع. نزيدو نكملو الطريق ديالنا. نهضرو على الطريق المركب. احنا كنقولو لكم هذا راه مركب ثقافي جاي. مركب ثقافي اللي هو واش الوليدات يجيو يقراو هنا او البنات الصغار يجيو يتعلموا الطرز والخياطه، واش غادي ينقزوا من الواد الحارة بحال هكا؟ حنا مازال غاد ننقلوا لكم كيفاش الطريق ولا الصبر. واه كنعاني هنا هاد السيده هادي بعدا عطاتنا فرصه ورات لينا المعاناه ديال الناس اللي جاو يعني هانتوما كتشوفوا. ها هو الواد الحار البلاصه ديالو ناض فيها الغازو سبحان الله بحال المدقولي المحلو. ها نايض فيها الربيع. هانتوما المشاهدين الكرام، واش باقى شي مدينه اللي هكا فيها الواد الحار دايز على برا؟ هانتوما راه دايز شاقيه وراه مشى هبط مع الطريق حتى لعند السكة. حنا غنتبعو لكم، هذا راه مركب ثقافي زعما يا حشرة. مع الواد الواد الحار دي هنا الفوق واش الوليدات يجيو يقراو يقراو في الدروس هكا. وزيد عليها الطريق ما عندناش حنايا، كنطلعوا واحد المسافه يعني على رجلينا حتى للدواور الفوق، ما كاينش الطريق، الطريق مابقاش هما كيوعدونا هاد المرشحين. انا ندير لكم الطريق غادي ان شاء الله، غادي نطلعوا هاد الحار غادي نديرو غادي نديرو غير الوعود الكاذبه ما كاين والو. دابا هانتوما كتشوفوا حنا عندنا هاد المركب هذا وهو هاد الحار قدامه، كندوزو كنجيو كنتعلمو الخياطه هنا، كنتعلمو الطبخ، كنديرو بزاف. وهضرنا على هادشي شحال هذا هو كيدوز هاد الواد الحار؟ هادي راه من سنين سنين، والمرشح اللي كيجي كيقول لنا غادي نصاوب لكم الطريق غادي ندير لكم، كيجي كيكم ما كيدير والو غير الوعود الكاذبه صافي. يجي مي بغيك انه راه بغى حاجته بغي التصويت وداكشي. تعرفوا الاخوان هنا الواد الحار تقسم على جوج، هو جاي من هاد الشارع هذا، ودابا هنا جا من هاد الشارع. الماء ديال الديور وديال السياق وديال شويتو تيدوز على برا. هو ها الا جينا نتابعو هكا راه ما نشالوش بزاف. الكلمه التاليه اخت على حسب الطريق، على حسب الطريق والواد الحار. دابا حنا كنطالبو من هاد المسؤولين، كنطالبو من السيد العامل يشوف لينا الله يجازيه بخير على هاد حساب الطريق وعلى حساب واد الحار. كنعانيو بزاف من هاد المشكل والله الا كنعانيو. وليداتنا كيمشيو يقراو كيقطعوا واحد المسافه على حساب الطريق ديال السكه عندنا، ما عندناش القنطره فوق منها يعني باش يدوزو داك الدروج، يقطعوا داك الدريك يقطعوا فوق السكه، وكل كل شهر شهرين كيموت واحد او 6 شهور كيموت واحد. وليداتنا كنا دائما الكبده ديالنا شادينها على حساب ديك التران، خصنا قنطره، خص تشوفوا من الحال ديالنا يعني تشوفوا من سكنه هاد الدوار، لان حنا الناس مساكن هنايا ما كاينش اللي يقدر يهضر ولا يتكلم على حقه. كنقولوا كنديروا زعما الناس المسؤولين المرشحين يعني باش يهضروا ويتكلموا في بلاصتنا، ولكن ما كاين والو. ملي كيبغيوك في حاجتك كيجيو يدقوا عليك الباب، صوت علينا ودرنا وغنديروا وغنديروا. ملي كيقضيو حاجه وياخذوا مصلحتهم صافي كينساو كلشي. وشكرا لكم بارك الله فيكم.